السلام عليكم. النهارده كان عندي العربيه الفيات بونتو كلاسيك دي موديل 2008. العربيه دي كانت جايه اكشف عليها اعطال، فدوختني شويه في مكان فيشه الاعطال والبرنامج اللي هي بتقرا عليه اصلا، فلذلك انا حبيت ان انا سريعا اوريه لكم وتبقى حلقه موجوده للناس ملاك الفيات. خلونا نبص اول هي بتكشف منين. بصوا يا جماعه، في عندك هنا كده المفروض ان ده درج اهو، او المنطقه دي كده اهي، هنحاول ان احنا كده شايفين هنا كده، في هنا درج اهو، الدرج ده له مسمارين من فوق كده، مسمارين اهو، دول بتفك المسمارين وتروح منزل الدرج ده، وبعد كده بقى تدخل جوه هنا خالص في المكان المخفي ده، دوخنا على ما جبته، المكان ده اللي بيتحط فيه الفيشه بتاعه جهاز التكويد. خلاص تمام تمام. طيب الخطوه الثانيه بقى، انت حطيت الفيشه وتيجي تشتغل او تيجي ان انت تكودها، مش هتلاقيها بتقرا معاك. علشان تقرا معاك لازم تدخل عليها ماركه فيات، بعد تخش في المانوال سيلكت، وبعد كده تختار فيات بونتو، وبعد كده بتجيب الاولد موديلز اللي هو قبل 2007، لان خلي بالكم ان الموديلات عندنا غير اللي بره يعني. تمام. وبعد كده بتجيب بونتو 188، يعني خلينا نمشي خطوه بخطوه اهو. ده كده بونتو 188، في طبعا كذا بونتو بقى، في 176، في 176، وفي بونتو ايفو 199، وبونتو ايفو مش عارف فان، ومش عارف وانترن وفان، كل العكره مالناش دعوه بيه. اللي هيقرا معاك فعلى العربيه دي البونتو 188. تمام. يعني احنا دلوقتي ايه، نفتح كونتاكتنا عشان تقرا معانا. زي ما قلنا فيات بتختار بونتو اول، ده الحاجه الوحيده اللي هتقرا معاك، اولد موبيلز اولد موديلز، وبعد كده هتروح جاي بونتو 188 هيلث روبرت، كده هي هتبدا تقرا معاك، غير كده مش هتقرا، يعني هي على اي حاجه تانية مش هتقرا. فحبيت ان انا ايه اوريكم الدنيا هنا بتمشي ازاي، علشان بعد كده محدش يدوخ الدوخه اللي انا دوختها. بس هي كده بدات تقرا، هوريكم دلوقتي بعد ما تخلص قرايه. المهم ان هو حبيت ان انا اقول لكم المعلومه دي لملاك الفيات بونتو، لان انا دخت فيها فمش حاسس حد يدخ بعد الدوخه دي. ف بس ارجو ان الكل ما فاتكوا في حاجه يعني. دلوقتي بيقرا اهوت، طبعا اي حاجه نوت كيوب الدين يعني ده اوبشن مش موجود في العربيه اللي احنا بنفحصها. يلا اشوفكم باذن الله على خير في تركات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، وسلام عليكم.